كابتن شحت الاسكندراني ليه عدد من الكتب، مش بس الكتاب الخاص بالناس والكوره. فالنهارده برضه معانا سر شعبيه الاهلي والمصري والاتحاد السكندري في الدول العربيه. احنا عندنا اسمين يا جماعه، الاهلي والاتحاد، اسمين الحقيقه يعني من اقدم الاسامي اللي موجوده في تاريخ الكوره المصريه، والحقيقه اتنقلوا لكل الدول العربيه. وده الحقيقه ليه سر خاص يا كابتن شحت، انا عايزه حضرتك تكلمني عنه برضو. لا انا اقرا لك المقدمه. اقري بقى فوق. الى روح امي. ايوه. إلى روح أمي التي أرضعتني الحنان، إلى روح أبي الذي علمني القناعة والرضا، إلى أصحاب الفضل علينا، إلى أحبائي أصدقائي أبنائي وأحفادي، اعلموا أن أجمل ما خلق الله لبني آدم الحب، وأن طريق العلم تقوى الله. أهدي كتابي هذا لكل محب للرياضة التي هي أرقى وسيلة للتعارف. اقري الصفحة اللي وراها كمان. ماشي، حاضر حاضر. طلع لنا الصور يا برجاوي لو سمحت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين يا رب، إذا أعطيتني مالا. هو ده حضرتك تقصده؟ أيوه. يا رب إذا أعطيتني مالا لا تأخذ سعادتي، وإذا أعطيتني قوة لا تأخذ تواضعي، وإذا أعطيتني تواضعا لا تأخذ اعتزازي بكرامتي، وعلمني أن أحاسب نفسي كما أحاسب الناس، وأن أحب الناس كما أحب نفسي، وساعدني أن أقول الحق في وجه الأقوياء وألا أقول الباطل لأكسب تصفيق الضعفاء، وإذا أسأت إلى الناس أعطني شجاعة الاعتذار، وما إلى آخره.